بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص تصميم أنظمة التعليم، أيضا في السياق التاريخي عن ظهور أنظمة التعليم، وسنتحدث هنا عن سبعينيات القرن الماضي. أيضا روبرت جاجني، طبعا هو عالم نفس وتربوي أمريكي شهير جدا. هذه هي صورته. طبعا هو من رواد أساليب تقويم المناهج، تركيبها وكتابتها وتأليفها في العالم، ويعتبر كتابه Principle of Instructional Design يعتبر أهم مرجع عالمي ظهر في القرن الماضي حول هذا الموضوع. طبعا قسم مجالات التعلم إلى 5 مجالات، هي معلومات شفهية ومهارات فكرية ونفسية وسلوك متبع واستراتيجيات لتحصيل المعرفة. هذه هي مجالات التعلم يعني من وجهة نظره. طبعا اهتم روبرت جاجني أيضا في مجال طبعا اهتم أيضا في عملية تصميم المناهج في مجال العسكرية، التدريبات العسكرية والحربية من أجل عمليات تخفيف الخسائر وتجنب الكوارث عند حدوث الحروب. طبعا أيضا هو من رواد علم النفس التربوي، وكان باحثا طبعا في جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة برينستون. أيضا نؤكد هنا أيضا قسمت خاصيات للتعلم، وهي من وتتنوع من حفز، يعني حفز الدماغ وتنشيطه، تحليل للمحتوى داخل المنهاج، ومعرفة المعلومات الأولية، وأهمية خطوات التعلم في تحليل التصميم أو في بناء التصميم. لا بد من معرفة خطوات التعلم المذكورة آنفا حتى نتبع عملية تصميم المناهج. طبعا نلاحظ هنا المدرسة، طبعا من الفيديو السابق وهذا الفيديو نلاحظ المدرسة السلوكية الأمريكية التي تميزت بإيمانها بالسلوك مناقضة الفكر الأوروبي الغربي الذي تتميز بإيمانها في العادات أو في الاكتساب أو الموروث الثقافي. لكن هنا يوجد عندي أنه يؤمن بإمكانية بناء المعرفة عبر برامج مخططة مسبقا للوصول للنتائج المرجوة. وأيضا هو من رواد هذا العلم، يعني شخصية مهمة جدا في علم تصميم وتطوير الأنظمة التعليمية أو التربوية. أيضا من الأحداث المهمة التي أدت في تغيير عمليات التربية، أنا سبقيا أشرت في منشور لي سابق على الفيسبوك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو جزء كبير ومهم جدا من الثقافة الأمريكية، هو إطلاق القمر الصناعي السوفيتي سبوتنيك في العام 1957 ميلادي. كان لإنطلاق هذا القمر الصناعي دور كبير جدا في إثارة جهود الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت أن أبحاث كبيرة جدا مشهورة مثلا أمة في خطر، والصحف الأمريكية من صحيفة التايمز الشهيرة جدا زعمت بأن الولايات المتحدة فعليا تخسر الحرب الباردة في تلك الفترة، ومما أدى إلى تبني فكر تربوي حديث جدا اعتمد فيه على قراءة ما يدرسه الطالب في الاتحاد السوفيتي السابق مقارنة مع نظيره وما يدرسه في الولايات المتحدة الأمريكية. فحصلت عملية تطوير للأنظمة التعليمية في ذاك الزمن، وصولا إلى هبوط الإنسان لأول مرة على سطح القمر، التي تعتبر من نتائج هذه العملية. يعني كانت التحدي الذي ظهر خلال فترة الحرب الباردة أدى أيضا إلى تطوير سياسات التعلم في الولايات المتحدة الأمريكية. أهو القمر الصناعي سبوتنيك بهذا الشكل. أيضا من رواد هذا المجال في مؤخرا يا أخي ستريفن، وهو عالم أسترالي أمريكي بريطاني ما زال على قيد الحياة إلى الآن، حيث أهمية دراسة مخرجات المنهج قبل طرحه، ونوه إلى أهمية دراسة المخرجات قبل
طرحه، استخدام الاختبارات التكميلية والتحصيلية، يعني عملية القياس والتقويم التربوي الذي أشار إلى أهميتها بشكل كبير جدا في هذا المجال، يعتبر من روادها. طبعا أنا عندي ملاحظات كبيرة على الاختبار التكميلي، وإن شاء الله سنتحدث عنه لاحقا، على كيف أنه أحيانا يستخدم بطريقة أو بأخرى لتأطير الطلاب أو الأساتذة في زاوية معينة، ويحد من طموحهم العلمي ومن إمكانية تحسنهم على المستوى البعيد. في التسعينيات ظهرت أنظمة الدعم الإلكتروني الشهيرة واستخدام النماذج. طبعا استخدام النماذج أن الطرح الأولي لأي مخترع ظهر، فظهرت فكرة دراسة هذا الطرح الأولي لهذا المخترع، ومن ثم التتبع، ثم تتبع وبناء أسلوب لسبر غور هذا المخترع في عملية التربية. وظهر عندي فكرة التعلم من خلال التصميم، التعلم من خلال الفهم في تسعينيات القرن الماضي. في بداية الألفية انتشر عندي التعليم الإلكتروني، وكان قائما على فكرة نشر معلومات على الإنترنت. أنا شخصيا يعني عشت تلك الفترة في الألفية 2010 وما تجاوزها. زيادة نسبة الاعتماد على التعلم الإلكتروني، أصبح عندي المنصات العملاقة EDX وCourseAir، عندي خان أكاديمي أيضا على اليوتيوب، كلها منصات عندي في العالم العربي، أيضا عندي إدراك أيضا مهمة جدا. كل هالمنصات زادت من أهمية التعليم والتعلم الإلكتروني على الإنترنت، ووسعت من رقعة التعلم وأريديه عبر العالم. إذا كل هذا الكلام يستلزم منا، بصفتنا بشرا على هذه الأرض، عملية تخطيط وترتيب للمناهج حتى تحقق النتائج المثلى. إذا في هذا الفيديو واصلت الحديث عن رواد تاريخ علم تصميم المناهج، تصميم المناهج وتصميم التعليم. وإن شاء الله في الفيديو السابق سأتحدث عن الفيديو اللاحق سأتحدث عن الأساليب التي استخدمت في هذا المجال. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.